السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلاة الاستخارة وكيفية أداء هذه الصلاة. عادة الإنسان في هذه الحياة يتعرض لبعض الضغوطات ويريد أن يختار، فيقع له تردد، هل يقدم أم يحجم؟ غالبا يقع تردد في قضايا مصيرية، مثلا الزواج، شابة جاءها عريس أو شاب عنده مقترح عروسة، وقع له تردد، هل يقدم أم يحجم؟ مشروع تجاري، هل أقدم أم أحجم؟ وغير ذلك من أمور الحياة. هنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. جاءتنا صلاة الاستخارة تعطيك الجواب المقنع والصحيح. كيف ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نتوضأ وضوءا جديد ونصلي ركعتين، الركعة الأولى بسورة الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية بسورة الفاتحة والإخلاص، ثم بعد ذلك أثني على الله، أقول ثناء يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم يا علام الغيوب، أثني على رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم أصلي على النبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي، ثم بعد ذلك أقول صلاة الاستخارة، ولفظها كالتالي: أن أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه إما تجارة أو زواج أو غير ذلك، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. بعد ذلك أثني على الله من جديد يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، ثم أصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأختم بالفاتحة إن شئت. بعد ذلك سوف يتبين لي هذا الأمر الذي فيه الخير، إن كان فيه خير قلبي سوف ينشرح ونفسي سوف تطمئن وسوف أجد بأن الأمور كلها ميسرة والأبواب مفتوحة، إن كان فيه شر فسوف يكون عندي إحساس بانقباض في الصدر وقلبي حزين والأبواب مغلقة، أعلم أن هذا الأمر ما فيه خير، لا ألتفت أنساه مباشرة. لكن أحيانا يكون الموضوع طارئ وعلي أن أتخذ قرار في اللحظة المناسبة، لم أجد بعد ارتياح نفسي ولا نفور نفسي، ماذا علي أن أفعل؟ بعض الصالحين ندب أننا نأخذ المصحف ونستشير إذا كان الأمر مستعجل وعلي أن أتخذ القرار فورا. أقيم صلاة الاستخارة، بعد ذلك أفتح المصحف وأقول يا رب هذا الأمر إن كان في خير اجعلني أضع أصبعي وتقع عيني على آية فيها نعيم الجنة وفيها ثواب المؤمنين، وإن كان فيه شر اجعلني تقع عيني ويقع أصبعي على آية فيها شيء من العذاب أو التحذير فأنصرف، ثم أقول بسم الله الله أكبر وأفتح المصحف وأضع عيني وأصبعي. الآية التي وقعت عليها إن كانت فيها تتحدث عن الجنة ونعيم الجنة فأقول الأمر فيه خير فيه بركة بسم الله توكلت على الله أقدم، إن فتحت المصحف ووجدت أن الآية فيها شيء من عذاب النار أو فيها الوعيد أقول أعوذ بالله أحجم وأنصرف وربنا يعطيني الخير، هذا إذا كنت مستعجلا. أما إذا كان الأمر فيه سعة فلأنتظر، هناك رؤى منامية أراها في المنام، إن كان هذا الأمر فيه خير سوف أرى رؤية طيبة جميلة كأن أسبح في الفضاء، كان أزور مكة المكرمة فأطمئن،
وإن رأيت رؤيا مخيفة فيها ظلام فيها حيوانات مخيفة أعلم بأن الأمر ما في خير فأنصرف. فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.